السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أيها التلاميذ الأعزاء بالصف الثالث إعدادي، مرحبا بكم. إذا نواصل فيديوهات مركزة حول تفسير درس مهم جدا، ألا هو الإبراز البولي. نعلم أن البول هو سائل بيولوجي غني بالفضلات، ومن بين مكونات البول هناك مواد سامة يجب علينا أن نتخلص منها فورا، ولكن للأسف الشديد هناك مرضى يعانون بصمت من هذا الخصور الكلوي des malades dont les reins ne fonctionnent pas seraient rapidement empoisonnés par l'accumulation dans le sang des déchets rejetés par leurs cellules. إذا الدور ديال الكلى مهم جدا في تصفية الدم من مكونات البول السامة جدا لتشكل خطورة على حياة الإنسان خصوصا المريض. On assure la survie de ces malades en branchant régulièrement leur circuit sanguin sur un rein artificiel. إذا لحسن الحظ ولكن يبدو باهظا، أو هناك كلية صناعية أو ما يسمى بتصفية الدم من المواد السامة في المستشفيات أو في المساحات الخاصة. Le sang circule dans l'appareil pendant plusieurs heures pour être épuré. C'est l'hémodialyse. نقول للدياليز أو هيموديالز أو باختصار دياليز. تذكرون بعض أفراد الأسرة يعانون من هذا المشكل، خصوصا صغار السن وكذلك كبار السن، إذن يحتاجون دائما إلى تصفية الدم، وإلا سوف يكون هناك خطورة على حياتهم. إذن كما تتبين لكم هنا في هذه الوثيقة، هي تفسر لكم الليموديالز أو باختصار الدياليز. الهيموديالز maintient en vie des malades souffrant d'insuffisance rénale. إذا بفضل العلم هناك جهاز، ولكن لا يعوض دور ديال الكلية الطبيعية، جهاز خاص بتصفية الدم نسميه بالكلية الصناعية، ولكن لا يعوض بتاتا الكلية الطبيعية للشخص. إذا يجب علينا الاعتناء بصحتنا نحن الأصحاء، لنرى المرضى في المستشفيات يعانون الكثير من آلام بين الحياة والموت للأسف. إذا الهيموديالز maintient en vie et des malades souffrant d'insuffisance rénale. إذن في الوثيقة الرابعة لدينا هنا une comparaison importante entre le plasma et l'urine. إذن كاين هناك مقارنة مهمة جدا بين الدم والبول. وفي الوثيقة ب أو في المقطع ب هنا composition de l'urine et régime alimentaire. نلاحظ بالنسبة للبلازما أو الدم، هنا اليورين مع البول بروتيد وليبيد موجود بكثرة في البلازما ولكن لا يوجد في البول، هذا شيء ضروري. الجليكوز يوجد في الدم ولا يوجد في البول. إذا وجد مثلا بروتيد والجليكوز إذا هناك مرض، إذا هناك مرض. إذا وجد فعلا الجليكوز في البول أو البروتين أو بروتينات في البول، إذا هناك مرض. إذا بوفرة نرى الماء، والماء ليس بسائل سام أو مكونات سامة، لا لو كلور 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 موجود بكثرة، صوديوم بوتاسيوم اللوري البولة. المصدر ديالها هما الأحماض الأمينية لي زاسيد أميني، أسيد يوريك أو يوجد في البول، إذا بين الأشياء السامة.
كرياتينين موجود كذلك في البول. إذا في فيديو قادم سوف نرى الأصل ديال اليوغي من أين يأتي، أسيد أوريك، وكذلك الكرياتينين، مصدر ديال الكرياتينين، مصدر ديال الأسيد أوريك، ومصدر ديال اليوغي سوف نكشف عنه في الفيديوهات القادمة. إذا من بين المواد جد الخطيرة أمونياك والأسيد إيبيريك، هذا مستحيل أنه يوجد في الدم. إذا وجد في الدم إذا هناك مشكل كبير كبير كبير، لأن أمونياك من بين المواد السامة جدا، والحسن الحظ أنها تكون في البول وتطرح خارجا، أمونياك وكذلك أسيد إيبيريك. إذن ما هي الأشياء التي تكون متوفرة جدا؟ هو الماء 950 غرام باليترو. ألوغ هنا لاليمونطاسيون بوفر أون بروتين، بيان سور تكون بروتين بوفر أون بروتين، بروتين إكليبغي أون بروتين، إيغيش أون بروتين، المهم طو ديغي دون لو سون. أون برودوي إينوغي أبون On produit une urine abondante lorsqu'on absorbe une quantité importante d'eau. Et donc, quand on a un certain nombre de mètres biofra, ça fait qu'on a un bol biofra. 950 grammes par litre. La quantité des ions chlorure dans l'urine augmente avec la quantité de sel dans les aliments. Et donc, quand on a un certain nombre de mètres, إذن سوف يكون هناك ازدياد للإيونات الكلورير في البول. لي سيبستانس أزوتي كوم لوغي، لاحظوا معايا، سيبستانس أزوتي كوم لوغي، لاسيد يوريك اي لا كرياتينين اي لامونياك سون دي ديشي كي بروفيان دو لا ديغراداسيون دي اسيد اميني دون لي سيلول. إذن كرياتينين ولامونياك واليوغي وهادو كاملين، يوغي والاسيد يوريك الاسيد يوريك والكرياتينين واسيد ايبيريك والامونياك، خصوصا راه جايين من تقسيم لا ديغراداسيون ديال الاحماض الامينية اي ديال البروتينات دون لي سيلول. ولكن بالنسبة للاسيد ايبيريك والامونياك هادو خطيرين جدا، لم مستحيل أنه يكون في الدم. إذا كان هناك وجود في الدم إذا كان هناك مشكل في الكلية، كان هناك مشكل في الكلية. إذا نكتفي بهذا القدر أيها التلاميذ الأعزاء، ونلقاكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله، دائما في إطار تحضير الامتحانات الجديدة.